متابعينا الكرام في كل مكان، متابعي قناة ياس الرياضية، ينطلق شوط جديد وشوطنا 21 في تعداد أشواط هذا الصباح على البركة. ننطلق مشاهدين الأعزاء متابعينا الكرام في اندفاع قوية مباشرة إلى المركز الأول. هذه هي الحذرة لسعيد بن غميل بن سعيد بن محمد بن غميل الاكتبي في المركز الأول، بينما المركز الثاني الوصول في ثاني المراكز والدخول هناك من خلال تواجد هذا الاسم القادم في هذه اللحظات نتعرف عليها، اللي هي أيضا استشارة كاسب بن سالم بن كاسب المسافري في المركز الثاني، وصل مع استشارة على ثاني المراكز، بينما المركز الثالث ناخذ المركز الثالث الوصول في ثالث المراكز. هناك ايضا من تقدمت في هذه اللحظات، هذه انذار حمد بن محمد بن فهيد بن بيشان العجمي، والمركز الرابع ايضا تدخلت في هذه اللحظات الظبي حمد بن سيف بن عيف العامري، خذ المركز الرابع، بينما المركز الخامس تكريم لظافر بن راشد بن سويدان بن حضيرم الاشتبي وصل، خذ المركز الخامس. والمركز السادس هناك وصول من راهية سيف بن علي بن سالمين المزروعي، بينما المركز السابع العفريت علي بن راشد بن حمدان البلوشي وصل مع العفريت على سابع المراكز. المركز الثامن وصوله قوي للغاية في ثامن المراكز، ملامح ناصر بن عبد الله بن سعيد بن فارس الدرعي وصل، خذ المركز الثامن، بينما المركز التاسع من الزاوية الأخرى أخذت أيضا موقع جميل في تاسع المراكز، ولكن اللي تدخلت هذه اللحظات رصاد محمد بن خاتم بن محمد الشامسي خذ المركز الثامن. المركز التاسع كان الوصول من أيضا ثقافة عمر بن معيوب وسلطان بن جابر المطيوعي وصل في هذه اللحظات، والمركز العاشر تدخلت جلمود مبارك بن دغاش بن محمد العامري. هذه نتيجة مشاهدين الأعزاء للعشر المراكز الأولى، ولكن بعد العشر أسماء قوية عملاقة خطيرة للغاية قادمة للمنافسة في عاصمة الميادين. نعود إلى مقدمة الشوط، نعود إلى المركز الأول الحذرة سعيد بن محمد بن غميل بن سعيد الاكتبي، ما زال على المركز الأول، يقدم لنا الحذرة بأداء متميز وجميل قادم من العين دار الزين، يبحث عن الانتصارات، بينما استشارة في المركز الثاني، يتقدم كاسب بن سالم بن كاسب المسافر يقدم لنا استشارة على المركز الثاني. الوصول هناك من خلال العفريت علي بن راشد بن حمدان البلوشي خذت المركز الثالث، أيضا عينها على الصدارة خطيرة بشكلها وبأدائها المميز، تأتي في المركز الثالث. نقلة مباشرة إلى المركز الرابع القدوم في رابع المراكز الظبي حمد بن سيف بن عيف العامري، والمركز الخامس هذه راهية سيف بن علي بن سالمين المزروعي، بينما انذار حمد بن محمد بن فهيد بن بيشان العجمي خذت المركز السادس. المركز السابع هذه ايضا تكريم ظافر بن راشد بن سويدان بن حضيرم الاكتبي خذت المركز السابع في هذه اللحظات، بينما المركز الثامن جلمودة مبارك بن دغاش بن محمد العامري في ثامن المراكز، والمركز التاسع شعار بن فارس الدرعي خذ المركز التاسع من خلال تواجد اللي هي ايضا اداها متميز وجميل الغاية. هنا ايضا قادمة من خلال ناصر بن عبد الله بن سعيد وفارس الدرعي ملامح وصلت هذه اللحظات، ولكن دخول جديد من خلال تواجد الشايبة للدودة بن سالم بالاسود العامري وصل في هذه اللحظات من خلال تواجد الشايبة، وهنا الوصول من ندى سالم بن سعيد بن غفان اليابري. هكذا مشاهدين الاعزاء متابعينا الكرام، هكذا شاهدنا هذه الانطلاقة. نعود الى مقدمة الشوط، نعود الى المركز الاول الحذرة في الصدارة، الحذرة في المركز الأول سعيد بن محمد بن غميل بن سعيد الاكتبي على مقدمة هذا الشوط، ولكن وصول جديد اسم قادم من خلال تواجد وصايف مطر بن سعيد بن متعب برميدان وصل، راعي مشكورة يوم الأمس يتقدم من خلال هذا الأداء المتميز والجميل من خلال المنافسة الرائعة بهذا الشعار الذي يأتي من خلال منافساته القوية. الله، المجازف وصل، المجازف وإنتاجه تقدم، بن زيتون بدأ يقترب من خلال المنافسة، هذه مرعوشة محمد عتيق بن زيتون المهيري، ولكن اللي غير الصدارة، اللي غير المركز الأول برميدان غير الصدارة مع وصايف مطر بن سعيد بن متعب
ايضا بر ميدان العفاري، وهناك ايضا اللي هي تكريم ظافر بن راشد بن سويدان بن حضير بن الكتبي والزيتون، وبن زيتون قادم، بن زيتون قادم يقدم لنا ايضا رساله محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، ويقدم لنا مرعوشه محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. ما شاء الله ايضا تبارك الله، هناك وصايف وهناك ايضا مرعوشه، مرعوشه وصايف ومرعوشه وصايف. مطر بن سعيد بر ميدان العفاري على المركز الاول، سلام مصانع الجنوب، سلام المركز الثاني مرعوشة بن زيتون، وثالثا رسالة بن زيتون، رابعا ايضا تكريم ظافر بن راشد بن سويدان بن حضير بن الكتبي، والمركز الخامس وصول في المركز الخامس، دخولها قوي اللي في المركز الخامس هذه ايضا لعبد الله بن علي بن ربيعة رزق العجمي اللي هي ذروة وصلت خذت المركز الخامس. تهانينا والناموس. نعود بالتوقيت الزمني، توقيتنا الزمني، لحظات الإعادة ولحظات الإفادة، حيث قطعت المسافة 6 دقائق ثانية واحدة وفاء وتماما وكمالا هي وصايف مطر بن سعيد بن متعب رميدان العفاري. تهانينا والناموس المركز الثاني، مرعوشة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، 6 دقائق ثانية واحدة جزائيني من الثانية. بينما المركز الثالث رسالة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، ايضا قطعت المسافه 6 دقائق ثانية واحدة لحظات الوصول وخمسه اجزاء من الثانيه. تهانينا للمجاز محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. بينما المركز الرابع اتت فيه تكريم ظافر بن راشد بن سويدان بن حضير بن الكتبي. تهانينا والناموس.